السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب. النهاردة هنعمل حاجة جديدة، هنعمل سمايل فيس زي ما احنا شايفين. والادوات اللي احنا هنستخدمها عندنا الخيط الاصفر وابرة رقم 2 والمقص والدبابيس بتاعتنا وابرة التنظيف. احنا هنعمل الحلقة بتاعتنا، الحلقة السحرية بتاعتنا، وهنعمل فيها 5 غرزة حشو. كده اول واحدة، تانية، تالتة، الرابعة، الخامسة، ونقفل. بس مش هنقفل بمنزلقة، هنقفل بحشوة عادية برضو. كده اول واحدة، وهنحط فيها الماركر. هنعمل جنبها كمان واحدة. الدور ده تزايد، في كل غرزة هتقابلني هعمل فيها 2 غرزة حشو. اول دور 5، تاني دور 10، الدور اللي بعده 15، وهكذا. بضرب الدور في الرقم الاولاني اللي انا اشتغلت فيه اول حاجة، اللي هو 5 غرز. 5 اول دور، الدور اللي بعده بضرب 2 في 5 بيديني 10، الدور اللي بعده اللي هو 3، الدور التالت 3 في 5 ب15، الدور اللي بعده 4 في 5 ب20، يبقى الدور الرابع يبقى المفروض عندي 20 غرزة حشو. دلوقتي انا الدور ده هيبقى عندي 10 غرزة حشو. ادي التالتة، الرابعة، في كل غرزة بعمل 2 غرزة حشو، يبقى المجموع 10 في اخر الدور. وبكده خلصت اول دور وعندي 10 حشو. هشيل الماركر، والدور ده اللي هو تالت دور اول غرزة، الدور ده هيبقى الغرزة التانية، هي اللي فيها تزايد. دي غرزة التانية، ادي 1 2، التالتة من غير تزايد، الرابعة تزايد، الخامسة من غير، الستة فيها تزايد، وهكذا لآخر الدور. بعمل التزايد في تاني غرزة. وبكده خلصت الدور وعندي 15 غرزة حشو. أشيل الماركر وابتدي في الدور اللي بعده. 1، الدور ده التزايد في تالت غرزة. دي كده اول واحدة، تاني واحدة، التالتة فيها تزايد، 1 2، تاني 1 2 من غير تزايد، التالتة فيها تزايد، 1 2، يبقى التزايد في تالت غرزة عندي. الدور ده المفروض يبقى عندي 20 غرزة حشو، لان انا في الدور الرابع. وبكده اكون خلصت الدور وعندي 20 غرزة حشو. ابتدي في الدور اللي بعده. ادي اول غرزة، التزايد هيبقى في رابع غرزة. الدور ده المفروض يبقى عندي في نهاية الدور 25 غرزة حشو، لان انا دلوقتي في الدور الخامس، 5 في 5 ب25. دي تاني غرزة من غير تزايد، التالتة من غير تزايد، الرابعة هي اللي فيها تزايد، 1 2، اول واحدة من غير، تاني واحدة من غير، تالت واحدة من غير، رابع واحدة فيها تزايد، 1 2، الأولى، الثانية، الثالثة،
الرابعة فيها تزايد، 1 2، أكمل وأرجع لكم. وكده خلصت الدور ده. الدور اللي بعده التزايد هيبقى في الغرزة رقم 5. أدي أول واحدة، واحد، ادي 2، التالتة، الرابعة، الخامسة هي اللي فيها تزايد، 1 2. الدور ده المفروض يبقى عندي 5 × 5 × 6 ب30. المفروض يبقى الدور ده عندي 30 غرزة حشو. 1 1، ادي التالتة، ادي الرابعة، الخامسة فيها غرزتين، واكمل الاخر في الدور ده اللي هو الدور السادس. المفروض يبقى عندي 30 غرزة حشو. وبكده اكون خلصت الدور. لو انت عايزة تتزايدي عن كده، عايزة تكبري حجم السمايل فيس، ممكن تخليها اكبر من كده. انا هتوقف عن التزايد وهعمل 3 ادوار من غير تزايد. دي اول غرزة. كده انا عندي 30 غرزة، هعمل غرزة فوق غرزة. انا كده هتوقف عن التزايد واعمل غرزة فوق غرزة. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا كده توقفت عن التزايد وهعمل غرزة فوق غرزة. هعمل 3 ادوار، 3 ادوار غرزة فوق غرزة. انا كده توقفت، عملت 3 ادوار من غير تزايد. دلوقتي الدور دوت هعمله بتناقص. هعمل التناقص في 5 و6 غرزة. ادي اول واحدة، هعمل التناقص في 5 و6. 1 2 3 4، الخمسة والستة تناقص. تاني، 1 2 3 4، الخمسة والستة تناقص. بتناقص في الحلقة الأمامية ليا، 1 2 3 4، الخمسة والستة تناقص. الدور كله بالشكل ده. خلصت الدور والتناقص كان في 5 و6. دلوقتي التناقص هيبقى في 4 و5. ده اول غرزة. الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة تناقص. 1 2 3، الرابعة والخامسة تناقص. الدور ده كله بالشكل ده. الدور ده التناقص هيبقى في الثالثة والرابعة. ادي كده اول واحدة اللي فيها الماركر، التانية، التالتة، والرابعة تناقص. تاني، اول واحدة، التانية، التالتة، والرابعة تناقص. 1
اتنين، تالتة، والرابعة تناقص. اخلص الدور وارجع لكم. انا كده خلصت الدور، وادي اول غرز عندي. الدور اللي قبله كان في التانية والتالتة، الدور ده هيبقى في اول وتاني واحدة، في اول وتاني غرزة تناقص. دي الأولى بالنسبة لي، الثانية تناقص، اللي بعدها الأولى والثانية تناقص، اللي بعدها الأولى والثانية تناقص. الدور كله بياخد أول غرزتين جنب بعض تناقص. اكمل وارجع لكم. وبكده اكون خلصت الوش كله، واقطع الخيط. وابتدي ان انا اخيط الجزء السفلي بالشكل ده. كأنك بتسربي، باخد الحلقة الأمامية طبعا. انت عايزة تكبريه عن كده، ده في ايدك. انا عملته كميداليه. وبكده بيبقى اتكون معايا. دلوقتي هبتدي ان انا اعمل له العيون والبق بتاعه والدمعتين. انا هنا عملت له دمعة، الدمعة التانية انا هعمل 4 سلاسل. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. هسيب اول الغرزة اللي انا طالعة فيها مش هشتغل فيها، هشتغل في اللي بعدها على طول، غرزة منزلقة. اللي بعدها على طول حشو. اللي بعدها برضو حشو. كمان حشو هنا في الزاوية. انا كده عملت اتنين، ادي تلاتة، دي غرزة التالتة حشو في نفس المكان. الرابعة كمان حشو في نفس المكان، كمان غرزة حشو. كده 5 حشو. وبعدين الغرزة اللي بعدها غرزة حشو واحدة، واخر غرزة منزلقة. وبقفل في اخر ارتفاع عندي. بتبقى بالشكل ده.
انا دلوقتي عملت له عينين، هعمل له العين التانية، بسيب واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، وادخل هنا في الرابعة. انا سايبة هنا واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد اتنين تلاتة اربعة بالشكل ده، وهدخل عندي التلاتة دول، تلات أماكن دول بدخل فيهم بالشكل ده، أرجع تاني من نفس المكان اللي دخلت فيه، واقفل المكان دوت، بالشكل ده، برجع تاني من نفس المكان اللي دخلت فيه، واعمل العكس، وادخل من نص العين، وبشد الخيط، وبكده تكون العين خلصت معاك. طبعا الخيط ده كله بخفيه، بالشكل ده كده بقى منظر العين زي ما احنا شايفين. انا هنا هعمل البق بتاعي، انا هاجي عند نهاية العين، مش هاخد المكان الفاضي ده، هاخد اللي بعده وادخل فيه من نفس المكان الناحية التانية بالشكل ده، اول مكان فاضي لأ، اللي بعده لأ، التالت زي ما احنا شايفين نفس الكلام الناحية التانية، واخد الخيط واقفله من نفس المكان. انا كده بعمل الشفايف، وبعدين هنزل بالشكل ده، انا بقفل الاماكن الصفراء بيبقى البق بالشكل ده، وبكده الوش بيكون خلص، الشفايف والعينين. دلوقتي هنعمل الدمعتين، بحط الدمعتين بالشكل ده، جنب في آخر العين بالظبط،
واعيد تاني، ارجع بالابرة تاني بالشكل ده. وبرجع بالإبرة بخفي الخيط بتاعي، الناحية التانية طبعا. في العرايس بيبقى سهل ان انت تخفي الخيط جوه العروسة نفسها. كده فاضل الحواجب، باجي هنا عند العين في المكان اللي فوقيها على طول بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين. وادخل من نفس المكان واروح الناحية التانية، بالشكل ده طبعا انتي في ايدك ان انتي تكبري عن كده. وبكده السمايل فيس يكون خلص معايا، وهنعمل له العقد بتاعه او السلسلة بتاعته عشان احنا عاملينها كميدالية. احنا بنيجي هنا في اي مكان في راس السمايل فيس وبندخل الخيط وبنربطه. وبنحاول ان احنا ندخل المكان اللي احنا ربطنا فيه ده بندخله جوه، وبتبقى بالشكل ده. وكده السمايل فيس تكون خلصت معايا، واتمنى الفيديو يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش لايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.